فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشيخ هيثم سرحان رجل فاضل ومن خيرة طلبة العلم السلفيين. سؤال اسمح بس بعض الاخوه اتخذوا علينا الاستماع للشيخ هيثم سرحان هذا لا ابدا ابدا هيثم سرحان نعم الاخ الله اكبر نعم الاخ بارك الله فيك يا شيخ حياك الله واما الاخ الشيخ هيثم فوالله لا نعرفه الا انه مجاهد في هذا الباب يا شيخ عنده جهاد عظيم جدا وعنده جلد وعنده سفر يعني يجوب البلاد شرقا وغربا بل ويعني يعين الطلاب أن يحضروا إلى المدينة وأن يسكنوا في المدينة ويتعلموا ويطلبوا العلم ثم يرجعوا إلى بلادهم أقول دروسه تشهد لها الدنيا كلها يا شيخ دروس ومحاضرات وكلها كتب السلف فأين الحزبية يا شيخ أين الحزبية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولن يستطيعوا والله لن يستطيعوا الرجل معروف ولله الحمد والمنة على السنة والكتب اللي يشرحها هذه أعماله والرجل كما قال شيخنا الشيخ ربيع أعماله تزكيه دروسه نشاطه تأليفه هذا الذي ينظر به يا شيخ الله يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم فأوصيكم يعني لزوم درسه والاهتمام والاستفادة منه أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سألت عن الأخ الشيخ هيثم السرحان هل هو ممن يؤخذ عنه العلم فأنا أقول بارك الله فيكم الذي يعرفه أنه رجل اجتهد وجالس المشايخ وله علم بفضل الله تعالى بالعقيدة الصحيحة ومسائل صحيحة والذي عارفه أنه لا ينقل إذا سئل عن شيء إلا يكون قد أخذ عن بعض المشايخ وأنا أنصح كل نفسي وكل داع ألا يتكلم إلا بما يكون لنا فيه إمام وأئمتنا خاصة في مسائل العصر الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مفتي محمد إبراهيم ومشايخنا الشيخ حماد وغيرهم وغيرهم فبذلك الذي أقول في الأخ هيثم أني وجدته هكذا أنه يعني يتكلم بعلم في العقيدة الحمد لله التي درسها دراسة جيدة ثم في مسائل أخرى أيضا ما أظن أنه يتكلم من عند نفسه ولعلك يا أخ أبو زيد أنت أشرت إلى أن بعض المشايخ تكلم فيه بأنه رجل مجهول أو كذا ولا نعرف أين درس وكذا بالحقيقة ليس العلم حكرا على من درس وأخذ الشهادة فكم من الذين أخذوا الشهادة وهي شهادة الزور أو أخذوا الشهادة ثم لم يرجعوا إلى العلم بل تناسوا العلم والذي إذا كان كل واحد لم يعرف عنه أنه درس دراسة نظامية فيجهل فالشيخ الألباني من أول من يكون يقال أنه ليس بعالم كما قال بعض أداء السنة فالحاصل على كل حال أنا أقول للإخوان والآن الذي سمعته منكم ومن غيركم أنه كان ذهب في فرنسا بفضل الله تعالى وأقام دورة علمية لهذه الكتب كتب العقيدة بفضل الله تعالى واستفاد منه الطلبة لكن بعض الناس قد أطلق البيان أنه رجل مجهول وفي فرنسا وفي الغرب هناك ناس أشك أنا في سلفيتهم يتلقفون مثل هذا الكلام فيسقطون الإخوة السلفيين الذين هم معروفين وهيثم من المعروفين في مكة وفي جدة وفي المدينة بفضل الله تعالى وأهل العلم مشايخ المعروفين يقرونه في عمله جزاهم الله خيرا فالذي تكلم عليه أراد إسقاطه وتلقفه هؤلاء الذين ليسوا سلفيين في الحقيقة أنا أتيقن أن هؤلاء مندسين في السلفية
يريدون أن يفرقوا كلمة السلفيين. وأنا أنصح كل من تحدث نفسه بمثل هذه الوساوس ينبغي أن يسكت، ولو كان فرضنا أن شخصا يكون فيه بعض الأخطاء، لكنه الحمد لله وهو علمه كاف ويعطي علم جيد، فالحسنات تذهب السيئات. نعم إذا كان أخطأ في مسائل لا نأخذ هذه المسائل منه، نعرف ونعرف الناس أنه أخطأ في مسألة، فكم من الناس لا يأخذون. ما ذكروا أخطاء وإنما ذكروا أنه ليس معروف عندك، ولو لم يكن معروفا عندك فيكون معروفا عند غيرك بفضل الله. يا رجل كم من الرواة الذين ندرس فيهم فيكون يقول مجهول، والآخرون قالوا ردوا عليه قال ليس بمجهول، من وثقه ابن معين ومن وثقه الإمام أحمد. فالمسألة في الحقيقة الذين يطلقون مثل هذه البيانات، سمعنا ومن قبل طلبنا من المشايخ في المدينة وكذلك في مكة ألا يعطوا كلمات في مثل هذه الشخصيات حتى يستغلها أولئك الذين مندسون في جماعة السلفيين لتفريق وللانتقام من السلفية والسلفيين. وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا الذين يطلقون البيانات بدون تحقق، ويعطون سلاحا قويا في أيدي أعداء السلفية حتى يشققوا جماعة السلفيين. وصلى الله على خير خلقه محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هيثم جميل ذا سرحان. نعم. هل يستفاد من دروسه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ هيثم جميل سرحان معروف لدي معرفة شخصية، وهو من إخواننا الثقات أصحاب المنهج السلفي أصحاب التأصيل العلمي، ومن الملازمين لدروس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وأيضا من الملازمين لتعليم الطلاب كتب الأصول والمختصرات، فهو معروف وأنا أوصي بالأخذ عنه وبالاستفادة من شروحه ومن دروسه. أسأل الله أن يوفقني وإياه وجميع إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه ما سلك. هذا الكلام قلته في أول شهر رجب لعام 1431 لمهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك، جزاك الله خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.